السلام عليكم. الجرس الفلاحي هنعملها النهارده بطريقه سهله ولذيذه كده وسريعه، محشيه بالعجوه، وممكن كمان تعملوها ساده، تنفع بقى للفطار وللعشاء وكمان تنفع لللانش بوكس. هنعملها بطريقه سهله وهنقول لكم كل البدائل، وان شاء الله هتلاقوا في صندوق الوصف مقدار الكيلو، عشان انا هنا عامله كميه كبيره. اول حاجه هنسمي الله، وعندي هنا نوع الدقيق اللي انا مستخدمه دقيق فاخر، ولو طبعا الفلاحين اللي في البيت يستخدموا الدقيق اللي في البيت عادي، بس شرط ان هم يكونوا مجربينه قبل كده وكان يبقى حلو معاهم يعني، وليه عرق كده ومطه حلو. فانا هنا مستخدمه دقيق فاخر ومش معايره الكميه قديه، انا عامله كده بالبركه زي ما بيقولوا كده، مش معايره المقدار بس يعني حوالي كده نقول مثلا 3 كيلو. حطيت عليهم معلقه كبيره كده ونص من الملح، وحطيت معلقتين كبار من الخميره، الخميره الفوريه. لو الخميره ما جربتهاش قبل كده او اول مره تستخدموها، اعملوها كده بشويه ميه دافيه على معلقتين سكر، عشان خاطر بس تجربوها وتشوفوها شغاله ولا لا. انا طبعا مجرباها قبل كده فحطيتها على طول على الدقيق. السوائل بقى اللي هنستخدمها، ممكن نستخدم لبن على ميه، وممكن نستخدم رايب على ميه، وممكن ميه بس هتكون ناشفه يعني معانا. انا هنا مستخدمه لبن رايب على السائل اللي بيطلع من السمنه اللي هو بنقول عليه الخض، يعني لما تيجي تعملوا كده الزبده تطلعوها بيبقى فيه سوائل كده تحت منها، ده اللي بنستخدمه النهارده على لبن رايب، بيخلي الجرس فظيعه. فانتوا بقى تستخدموا اي نوع سوائل عندكم، بس مش شرط ان هي تكون ميه عشان خاطر ما تطلعش معاكم ناشفه، تطلع طريه وحلو. الجرس الفلاحي اساس فيها اللي هو اللبن الرايب او الزبادي، فتقدروا بقى تستبدلوا زي ما انتوا حابين، النص لبن والنص زبادي، النص حليب والنص لبن، زي ما انتوا عايزين. بعد ما لميت كل العجينه مع بعضها، وعلى فكره انا كنت ضايفه برضو معلقتين كده من السكر عشان بتديني لون حلو كده للجرس وهي بتتخبز. بعد ما لميت كل العجينه معايا، ضفت بقى هنا سمنه بلدي، وسمنه طبعا انا برضو بنضيف هنا بالبركه كده، مش بنعاير عشان انا عارفه المعيار وعاملاها قبل كده كذا مره، لكن المعيار المظبوط هنكتبه لكم في صندوق الوصف للي عايز يعمل كيلو دقيق واحد بس. نبدا بقى نعجن هنا ونخلي العجينه بقى متماسكه معانا كده وحلوه، مش هنخليها لينه كده او طريه، فعشان كده انا نزلت بالسوائل كده بالتدريج لحد لما خدت العجينه المظبوطه. بعد ما عجنتها كويس باللبن وبالسمنه، نبدا بقى هنا بشويه زيت كده ونغطيها ونسيبها تختمر معانا. لو في الصيف هتاخد معانا حوالي ربع ساعه تلت ساعه وتكون خمرانه معانا، لكن لو الجو برد هتاخد ساعه وتكون خمرانه معانا. واول ما بتخمر معايا بنبدا نشكلها بقى على كورات كده صغيره زي ما احنا حابين. هنا بقى حجم الكوره زي ما انتوا عايزين، على حجم الجرس اللي انتوا بتحبوها اعملوا حجم الكوره. انا عاملاها متوسطه كده، لا هي كبيره ولا هي صغيره. وعندي هنا كيلو من العجوه مسكته كده، عجنته كده بشويه كده من السمنه، حوالي معلقه كده من السمنه، عشان تكون العجوه معايا طريه كده في قلب الجرس، ما تكونش ناشفه معايا. وبدات نحشي بيها، طبعا هنحشي نص الكميه بس والباقي هنعمله ساده كده عادي. اهم حاجه تخمروها في اول مره بعد العجين، وتخمروها تاني مره بعد ما تحشوها وتشكلوها، عشان تطلع معاكم ناجحه كده ولونها حلو، ما يكونش فيها نقط كده محمره ونقط بيضه كده زي اللي بنشوفها ناقصه خمر يعني. فبدات بقى ناخد قطعه كده من العجوه، طبعا هنا كانت هنا بتساعدني، انا عملتها طبعا وانا قاعده على الارض كده عشان انا عامله كميه كبيره، بنعملها وبنخزنها ونحطها في الفريزر، بتكفينا طول الاسبوع، فطار بقى، عشاء خفيف، لانش بوكس المدارس. هنا بقى بعد ما اختمرت معايا بنبدا نحطها كده في الصاج او نرصها في الصاج، هي عادي بتنتجل عادي يعني، لو عملت كل الكميه ونقلتها وخبزتها عادي مفيش مشكله. والفرن طبعا مولعاه قبل منها ب 10 دقائق كده، واللي خلي الحراره وسط اعلى من الوسط حاجه بسيطه يعني حوالي مثلا نقول 190 كده، ونبدا ندخل الجرس بتاعت الفرن. هنا عندي موزع الحراره فيبان ان هو عالي، لكن هو حرارته متوسطه وفوق المتوسطه حاجه بسيطه. وخبزتها وطلعت ما شاء الله زي ما انتم شايفينها كده، نصها محشي ونصها ساده. اعملوها بالطريقه دي وان شاء الله تطلع ناجحه معاكم، هشه كده وخفيفه، وممكن تحشوها طبعا اي حشوه، ممكن تحشوها ملبن، ممكن شويه سكر كده على دقيق زي الجرس بتاعه السمسم، وممكن ساده كده مع كوبايه الشاي. عايز اقول لكم بيكون طعمها حلو مع كوبايه الشاي ونسكافيه كده الصبح، حتى لو هي مش محشيه اي حاجه. هنا بقى شايفين العجوه موزعه كده وطريه في قلب الجرس، عشان خاطر عجناها بمعلقه السمنه دي بتخلي العجوه سايحه كده ودايبه في قلب الجرس، مش بتخليها ناشفه كده، عشان خاطر لو حطيتوها كده من غير ما تعجنوها بمعلقه السمنه هتكون ناشفه معاكم. هنا بقى عبيتها اكياس وهنشيلها في الفريزر، وقبل ما نستخدمها بنطلعها تفك كده على الرخامه، وممكن نرصها في صينيه وندخلها الفرن، هتطلع اكنكم لسه خبزينها ولسه عاملينها طازه وصبحه كده. بتعبي بقى الاكياس على قد استخداماتكم او على قد مثلا ما انتوا حابين، وممكن تاخدوا من الكيس كده وتقفلوه تاني عادي. شايفين هشه كده وخفيفه وطعمها حلو، والسمنه البلدي واللبن الرايب مخليين طعمها وريحتها فظيعه. جربوها ومستنيه تعليقاتكم الحلوه اللي زيكم كده. اشوفكم بقى في فيديو تاني، واسيبكم في رعايه الله، مع السلامه.